عسلامة. عسلامة، شنو أحوال؟ لاباس؟ الحمد لله. مرحبا بيك. عايشك. جيتني اليوم باش تحكي على فقدان البن والحليب. والله باش نقول لك حاجة، أنا كنت ماشي أنا وصاحبتي سيدي بوسعيد، الحقيقة برشا قالوا لي علاش ماشي البحر وهو بارد، بالعكس هو كيبدا بارد ينعوش، فهمتني؟ والله حبيت باش نحكي على البن مقصوص. وفما واحدة تبيع في البن في ريانة، كان انت مشيت باش تاخذ البن يقول لك ما عنديش قهوة عربي، فهمتني؟ عندي كان تاع كافيتيريا، تجي واحدة اللي وراك يعطيها ولاش البن توا بالمعارف، فهمتني؟ وفما الحليب، زاد الحليب مشكلة كبيرة كبيرة كبيرة، والله مساكنك الصغار اللي عنده صغار واللي عنده نساء كبار ولا رجال كبار، بصراحة شيء حشم. الحليب ما فماش، والعطار يقول لك نعطيك باكو يجيني العشية، تمشي له العشية يقول لك يجيني الصباح، يعطيه زاد حتى هما زاد كلهم بالمعارف. والله تعرف مش مازال هو شهير على العام الجديد 2024، ان شاء الله يوفى على خير بصراحة. زاد عندنا مشكلة، ديما نرجع عندنا مشكلة كيران بصراحة. والله يعطي الصحة هو رئيسنا مشالهم، ولكن هما عملوا بالعاني، صبحت الكيران مكسرة، الكيران مدقدقة، المترو مدقدق، مع الجمعة هذه كل اللطف اللي الناس كنت تشكى من الكيران، الناس كنت تشكى من اللي اسمه. نرجعوا زادة للسكر، باكو السكر وصل 4500 صح؟ لا 4700 خديته أنا آخر مرة، مازالوا 300 فرنك ويجي 5000. السكر المرحي مش موجود؟ السكر المرحي هذاك تهنى عليه، تهنى واحد يمشي يعمل قهوة باش يهزك 70 سكر، فهمتي؟ باش يروح بها ما تعمل فيها يظهر لي ديما. أنا الحقيقة والله اسمع، فما كل المجازات الكبار نمشي نعمل قهوة، القهوة يسمعوا فيك معناها باش يعرفوا شو يعمل. يعرفوني يعرفوني، يا ريتني كيفاش نعمل، نمشي ناخذ قهوة يقول لي مثلا جيب لك هكا طابع ولا زوز ولا حط لك مغرفة، نقول له ليه ها ديما ناخذ أكثر. يعرفوني والله برشا، فما مجازا وين جينا كنت نمشي صدقين عبي برطل، الحقيقة نعبي برشا، فهمتني؟ تو عندي مدة ما مشيتش. شنو آخر شنو آخر بصراحة؟ كيفاش ينجم التونسي يتعايش مع الوضع هذا؟ والله التونسي نقول لك حاجة، احنا يلزمنا نتعايشوا مع الوضع على فكره، اما كيفاش؟ هنا عايشين، هنا الحليب يعني كيفاش نقولوا، احنا بجاه ربي يعطيني باكو حليب، بجاه ربي يعطيني شويه قهوه. انتوا ماهوش دوي الحليب ولا اكسجين معناها، نجموا نتخليوا عليه. لا المشكله مش كانت العظام مفقوده، العظام هاني مقدسه توا، الفرينه هاني مقدسه، دخلت واحده قالت لي نشري باكو، قال لها لا، قلت لها هزي الكل، المراه هزته الكل، قلت لها هزي ما دام موجود هزي انت الكل باش نجي بعدك ما يلقاش، فهمتني؟ علاش؟ خاطر نورمال ما تسألوش، هي تهز باك وتمشي، يا أخي هي ما باش تعب باك وباش تعمل به حاجة، نعرفش أنا عصيدة ولا هكا عجينة صار، نعرفش أنا جاتو حاجة، مش باش تعمل بها باش تهز الكل، جي غيرها ما يلقاش. احنا عندنا اللهفة في تونس، وعندنا حاجة كي تبدا مقطوعة العباد الكل تعمل عليها إقبال كبير، وفما حاجة العبادك اللي شدوهم يسمعوا فيها، ما احنا مشدوهم مدرا قداش من كيلو سكر، مدرا قداش من بن، مدرا قداش، نحب نعرف انا كي تشد انت عبد من بعد وين السلعه؟ هذا سؤال. السلعه اللي موجوده القهوه والسكر والحليب ولا فهمتني؟ نعرفش انا وين محطو، وين يهزوهم، وين يهزوهم يلوحوهم. مره شدوا ما عرفش قداش من ترانت بنانه، بعد وراوهم الكل فسد، فهمتني؟ يعني لوحوه، زاد مش معقول بصراحه. والله ان شاء الله ربي قدر الخير، بلادنا تحفونا، ومش نعلق على برنامج مش باش نسميه هي برنامج تقصد في الاذاعه أو كيجي مع الخامسة نجم نسميه؟ لا لا ها. فما واحد ديما يحكي قال لك يعني اللي يخدموا في الشارع حبيب ورقيبة كيفاش نقولوا احنا صورونا سمعتنا، والله بالعكس تو جيتيش انت قلت لي ايش؟ أنا هبطت وحدي ولا أنا نهبط نحكي على الشيء الموجود، سواء باش نحكي أنا على الراجل، سواء باش نحكي أنا على المرأة، الموجود خليه تصلحوا. اما شو تجيني انت تقول لي ليه شبيهم هكاكا يحكيوا في الشارع حبيب القيبة، وشبيهم سووا سمعه الراجل وسمعه المرات، كل كيفاش يقول لها؟ ايش نقول لك حاجه، بلادنا باهيه، واحنا كي نتكلموا، انا نهبط وحدي نتكلم، فهمتني؟ كي نهبط انا نتكلم راهو باش هم يصلحوا، سوي نحكي مثلا الحليب مقصوص بالحق يعني مش موجود. انا فما حاجه ما فهمتهاش،
علاش كيف يهبط الرئيس يولي الحليب موجود والسكر موجود والقهوه موجوده والزيت موجود. الزيت هذاك نتاع الدبوزه ولا نتفرجوا فيه في التلفزه ما مش موجود. تحكي على زيت المدعم؟ ايه مش موجود هكذاك. المدعم عنده برشا مش موجود. اي اما هو وقت اللي مشى الرئيس هو موجود، علاش كيف يمشي الرئيس يلقى كل شيء موجود؟ علاش الرئيس سامحني علاش ما يعملش زياره فجائيه من غير ما يقول لهم هاني جاي؟ فهمتني؟ انا كمواطنه القهوه قلت لك شديت عليها الصف في الاخر ما فماش قهوه، الحليب ما فماش، فهمتني؟ السسمو والسكر ما فماش، ولكن هو موجود الشيء. ها؟ لكن هم يخبيوا فيه. ويطلعون يقول لك اللوبيات اللوبيات ما فهمتش هاللوبيات اللي طلعت السنة فهمتني هذاك هو مش نقول لك هاني فرقت قلبي ها ويكتبوا بلي نبروا 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 كنا نساوي منو تنبر 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 انت قاعدين ينبروا عليك وعليا ريتي ذهب الفيديو يهبط انا يعني التعليق اللي ما يعجبكش لا برشا فيه هاي تحب على راجل هاي تحب اليوم حكينا على السكر وعلى القهوه المقصوصه ما يحبوش راجله خذوها من توما الرجاجيله اللي عندها راجل تاخذ واحد اخر تخبيه فهمتني هكا فرد مره ما حسنيش ما عادش نحب انا وحده من الناس وتكلمت المره الاخرى انا هبطت هكا روحت لدارنا والفيديو هبط تك 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 شنو هذا؟ شنو هذا؟ تحب على راجل تحب على خذيه خذيه شديه كبش عليه جاتني وحده انا الخدمه هد عليا والله العظيم في راجل 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 جبتي قلت له خذيه كبسي عليا ما عادش خلي راجلك يحكي مع النساء مو هكا ولا شو تنور راجلي ولا شدي راجلك يا بنتي شدي راجلك دمار ازرق شنو هذا؟ معناها برشا نساء يغيروا على رجالهم منك؟ على الاخر على الاخر ضربوا فيها وهبطوا شارح برقيب وتحكي على رجال وتحكي على رجال يا اخي هذم كلهم عارسين انت شدي راجل احنا نحكيو على رجال اللي مش معارسين اسمع فما حاجه جديده توا وليت اللي يطلبني يقول لي عندك دوره تخدمها وقت نقول لهم بطاله ما عنديش دار ولا راجل ولا طامع يا حبيني الراجل التونسي ولا طامع في المراه راهو شايف ضايح مسكين الراجل التونسي ما عادش ينجم يعمل دار هي مش لازم تجيني انا برا هن وتبارك الله فما نساء تلقاها عندهم دار وعندهم خدمه وتحب تصرف علي هي اخويا فهمتني وبلاي السيد هذا نحب نقول له يعطيك الصحه اللي انت تجبد في الشارع حبيب بورقيبه وتقول هم يعني سمعه تونس سمعه تونس تحفونا فهمتني وسمعه تونس احنا كي نحكي وديما نعاودوا انا كي نحكي باش تونس تصلح صلحوا لو ما عادش نحكي لو ما عادش نحكي انا على عوج فهمتني اما مش تقول لي هو فز سمعت المراه وسمعت الراجل تي شيء اسف والله يعطيك الصحة نخلي لك الكلمه الاخرى والله ان شاء الله عام يطلع مزيان فهمتني بالورد والشوكولاته الورد هانو غلي كعبه النواره ولات 6000 7000 فهمتني ان شاء الله وبلادنا راهي تحفونا راهو بلادنا كي تقفلها رجالها تحفونا يعطيكم الصحه ميرسي